لأن هي تلخيص عشان المحاسب اللي نسجل ومغيرين الزوم الديزاين دلوقتي. عموما عشان العلامات بدك تسأل عنهن من بعد تاريخ 15 ل 22 الشهر، العلامات اللي على الإكسل وهي التي سوف تبعث في النهاية. امتحان الفاينل راح يصير من 30 مش من 40، 10 علامات راح تتحول مشاركة لدعم لكم. الكويز الثالث زي ما اتفقنا هنا تسهيلا، يعني راح اعمله بصراحة. شفت العلامات بعد السكند عالي، مش زي ما اوحتوا لي يعني، فمش راح ابقى ساعة، 45 دقيقة لكن 15 سؤال. I think it's fair enough كثير. 15 سؤال هاي دايركت، اكثر من هيك بقدرش اساعدكم يعني. ماشي انتم قلتوا لسه الثيرد دايركت، كل اللي انت شباتر تقريبا 36 ولا 40 سلايد، روحوا بصمهم بصمهم وما تجي ما تدرسهم قبل يوم الامتحان على الفاضي. نرجع نفس القصه. طبعا انا بعرف في ناس ماشي سوكي، انا ما بتفرق معي، بس انه يعني في الفاينل ما راح يساعدك الغش، لانه كميه الاسئله راح تكون كثيره والوقت ما مش راح يساعدك. خلاص الموضوع اعتمد على نفسك ودروسها منيح منيح. الفاينل حتى هم يبعثونا لسه ما مش بعتلنا كيف ترتيباتهم، بس انا اذا بدي اعمل من 30 ما راح اعمله يعني، ممكن من 50 50 ونحوله ل 30 عشان تقل نسبه الغلط. الوقت يعني متوقع ساعه ونص. ماشي. الامتحان اليوم السبت اللي هو 13/7 حكينا كالسيوم الصوديوم اند فلويدز، هاي الشابتر الثاني، والثالث اللي هو البوتاسيوم. تمام. روح احضر الروابط، بس اذا تعارض حكي الرابط مع السلايد اتبع السلايد. تمام. هيني انا واضح عشان بصيروا تقولوا لي انا في سلايدات فين غلط، فين غلط نسبيا، لكن انا ما حكيت ما راح اجيب برا، لانه اذا بدي اعتمد انا على الروابط وحكي بقول لك انه شو اسمه بدي اجيب خارجي، بس انا هين حاكي انا ملزم في السلايد. تمام. امتحان الفاينال انا واضح، امتحان الفاينال لا احضر الروابط لانه ممكن اجيب خارجي في الفاينال، بدك تحضر الروابط. اصلا مش هتفهم الماده يعني صعبه بصراحه انك تفهمها هيك لحالك من السلايدات. احضر الروابط. تمام. خلينا نبدا هسه. هاي الكدني أنا تقريبا مش ضايل شيء كثير فيها. وقع وين وصلنا؟ نعم هو كلينيكال فانكشن تيست للكدني حكينا ثلاثة أو أربعة، اللي هم منهم حكينا الكرياتينين، أذكركم بالسلايد بس شوي عشان في صدى صوت. رجعنا اللي عنده المايك مفتوح يسكرنا ونغلبه جوز ندى. انا عم ادير لك الميوت. لا مين اندكيتر كدني فانكشن، كرياتينين حكينا عنه في المحاضره السابقه، بس ضل عندنا اليوريا واليوريك اسيد. اول شغله بدنا نيجي على اليوريك اسيد او اليوريا عفوا. اليوريا اذا انتم ذاكرين في عندك سايكل من الليفر والكيدني، وهي طبعا احد الواجبات اللي انا حطيتها اللي هي اليوريا سايكل وايش بصير فيها.
فهي انديكيشن للبول للكدني اند الليفر، اذا في صار ديزيز. يعني مش شرط انك تقول والله اليوريا مرتفعه معناته الكدني خربان، لا ممكن كمان الليفر. ريفرنس رينج اللي هو بيسموه بلاد يوريا نيتروجين بي يو ان، هذا طبعا تيست مهم جدا كثير بنعمل بي يو ان بلاد يوريا نيتروجين، يعني قديش في عندك يوريا ومخلفات نيتروجينيه في الدم. الرينج الطبيعي انه يكون من 6 ل 20، لكن طلع ممكن يوصل في الاند ستيج رينال ديزيز، يعني في لما تغسل انت ستيج 5 105 ل 135، يعني طلع قديش في عندك توكسيك ماتيريالز في الدم وانت مش عارف تتخلص منها. منين طبعا جاي اليوريا؟ البروتينز، بروتينز بتكسر امينو اسيدز، والامينو اسيد بتعمل لك امونيا، والامونيا بتصير يوريا. هاي بين الليفر والكدني المرحله. بقول لك انه 75% واكثر نان بروتين نيتروجين اكسكريتد، يعني اليوريا هي النسبة عالية جدا من النان بروتين نيتروجين. يعني في بروتين نيتروجين هو الامونيا، الامونيا تعتبر بروتين نيتروجين، بس اليوريا نان بروتين نيتروجين، لانه الامونيا لما تتحول ليوريا بتصير شو اسمه نان بروتين، يعني مش جاي، لانه طلع الامونيا قبل اليوريا جهة البروتين. يعني هو بده يقول لك من المخلفات النيتروجينية الغير بروتينية اليوريا تشكل ما نسبته 2000 تقريبا. يوريا اكسكريشن طبعا الكدني هنا اكثر اورجان بتخلص من اليوريا، فلترد فريلي باي ذا جلوميرولز، إذن بصير لها فلتريشن، يعني بمعنى اخر كلها بتروح على النفرون، يعني في اليومن اوف ذا نفرون، نوت سكريتد. اذا اللوبوفيلي ما بيعمل لها سكريشن، وسبب 40 ل 70% از ابسورد باسيفلي، يعني اليوريا اذا بتجي السايكل تبعها في الكدني فلتريشن 100%، نو سكريشن 40 ل 70% بصير لها ري ابسوربشن باسف، يعني من دون اي تي بي. يوريا كليرنس اندر استيميت جي اب، يعني تقدر انك انت تستخدمها بدال الكرياتينين عشان انك تعبر عن الجي اف ار، ولكن مش دقيقه زي الكرياتينين. ليش؟ لانه احنا ذاكرين الجي اف ار كنا مواصفاته انه كومبليتلي فلترد نو سكريتد نوري ابسورب قدر الامكان، يعني ال 100 بتدخل بتطلع 100 بس، انا اطلع في ري ابسوربشن. فمشان هيك يعني ما بتقدر انك تعتمد عليها على الجي اف ار 100 زي الكرياتينين او الانولين. يوري اكيوميشن از ان انديكيتور اوف كيدني ديزيز، اكيوميشن وات ان ذا بلاد جي اي تراك سكين. ليش؟ لانه انا 90% في ال 10% في الجي اي في السكين، عشان هيك قلنا اليوريا مش 100% سبيسيفيك، ولكنك احد المساعدات والله بدي اعرف انه اشخص انه في something wrong in the kidney ممكن استخدمها مع التستات الثانيه، لانه معظم الاشياء بتطلع منها من الكدني. factor increasing serum urine concentration other than kidney disease، مثلا هاي بروتين دايت، هاي ليش بدي اقول لك انه هي not specific، هاي بروتين دايت، يعني واحد باخذ بروتين كثير الميتابوليزم راح يطلع في عنده يوريا كثير، فمش شرط انه دائما كدني ديسفانكشن اذا باكل يوريا عالي، انكريز بروتين كتابوليزم. اوكي، ميديكيشن كورتيزون، ادويه الكورتيزون بتزيد اليوريا لانها دائما بتهدم. ديهايدريشن العطش، دائما الديهايدريشن مش بس بيرفع اليوريا بيرفع كل شيء. نسبه الاملاح لما تقلل الووتر المحيط فيها بتزيد الكونسنتريشن، ديكريز كدني بيرفيوجن، ممكن ادويه انت بتستخدمها بتقلل لك الكدني بيرفيوجن تغذيتها، فبصير في عندك كدني ديسفانكشن بداياتها يعني، وبالتالي اليوريا ترتفع. في عندنا ريشيو بلاد يوريا نيتروجين على الكرياتينين ريشيو تو ديتكت برينينال كيوت رينال انسفشنسي يوريميا وازيتون ازوتيميا. شو يعني هاي؟ اليوريا لحالها بي يو ان عفوا هي انديكيشن لليوريا عشان الكيدني ديسفانكشن، ولكن اذا بتستخدم اليوريا النتيجه تبعته مثلا 120، ال 120 بتقسمها قديش على الكرياتينين السيرم كرياتينين، ولنقل انه سيرم كرياتينين 1.2 مثلا عنده او 1.5، النتيجه ال 120 او 1.5 بنستخدمها انا مشان اشخص هذول الثلاث امراض، بري رينال اكيوت كيدني انسفشنسي يعني كيدني بيرفيوجن، يوريميا عنده يورين عفوا يوريا ان ذا بلاد بشكل هائل، وازوتيميا، ازوتيميا
مصطلح يطلق على الامونيا مش على اليوريا، يعني هاي ليفل او هاي كونسنتريشن اوف امونيا ان ذا بلاد. يوريك اسيد، طب شو اللي قبل؟ يوريا. في فرق بينهم، انتبه. اليوريك اسيد هو ذا سولت زي الاسيد يعني في النهايه، ولكن هو البريكيرزر مشان ديفلوبمنت اوف جاوت ديزيز اللي هو مرض النقرس. ذا ميجر برودكت اوف يورين كتابوسيت. انا بدك ترجع الدي ان ايه، الدي ان ايه معروف انه دبل ستراند ومكون من قواعد نيتروجينيه اما بايرميدين او بيورين. البيورين اللي هن الادينوسين والجوانوسين اللي هو الاي والجي، لكن يا جماعه الخير التسلسل انه الاي بيقابل التي والسي بتقابل الجي والماسنجر ار ان ايه، هاي الحكي. وهاي الميتابوليزم تبع الدي ان ايه عشان ان انا اطلع ادينوسين وجوانوسين في سيفرال رياكشنز. اذا بترجع البيوكيمستري مش من مره واحده انا باخذ هيك بتناول ادينوسين بطلع له، باخذ بروتين من اللحمه بطلع لي ادينوسين، لا في مليون تفاعل. لانه ما تنساش انه هي اصلا سكر ريبوزي وبحط عليه امينو اسيد بغض النظر عن الطريقه. الميتابوليزم تبعات البيورين اللي هن احد مشتقات في النهايه البروتينات بطلع لي يوريك اسيد. الامونيا اللي عفوا اليوريا ناتجه من الامونيا. يعني البروتين لما يصير امينو اسيد في له سايكل، ايش بروح امونيا؟ ايش بعطيني بيورين؟ ايش بعطيني انزيم؟ ايش؟ فهمتوا كيف؟ فالبيورين الكتابوليزم تبعها يوريك اسيد خاصه هذول. السورسز اندوجينس سينثيسيس كونتريبيوت، يعني لما بدي اصنع ادينوسين وجونوسين بطلع من المخلفات يوريك اسيد، او ذات ريسورسز ان انا باكل بروتين كثير فالميتابوليزم راح يصير عند البيورين بنسبه عاليه وبعدين راح يوقف بالنسبه له، يقول لك عندنا بيورين كثير فبصير عنده هدم للزايد، وهدم الزايد المخلفات تبعها بتطلع عندي يوريك اسيد، يعني يا من الاكل يا اني انا من كثره التصنيع. او ممكن اخذ دواء ادويه الانتي كانسر بتعمل لك ارهاب دوميلوسيز وبالتالي بتفرز لك هذا اليوريك اسيد بشكل كثير. بتاخذ ادويه مثلا ل شو اسمه هي بتفرز لك كثير، عشان هيك انت بتاخذ البيورنول اللي هو زانفين اوكسيديز انهيبيتور عشان توقف انتاج اليوريك اسيد عند البيشنت اللي معاه كانسر، مش لانه هو عنده جاوت. تمام؟ ما تنساش الكانسر ديفلوبمنت باستمرار، ديفلوبمنت باستمرار انقسامات انقسامات، يعني دي ان ايه، دي ان ايه يعني بيورين، يعني السرطان بيظل يعطي بيورين، بيورين كثير يوريك اسيد كثير، فانت بدك دواء يوقف هاي الشغله، غير انه ممكن الدواء سايتوتوكسيك ويعمل لك ارهاب دوميلوسيس. كومبلكس رينال هاندلنج اوف يوريك اسيد، اول شغله طلع كيف بيعمل لك جي اف ار اللي هو فلتريشن يعني 100%، اذا بيشبه اليوريا. تمام. The absorption is in the proximal convoluted tubule 98 ل 100% of filter uric acid. يعني طلعوا نسبة عالية بصير لها absorption، يعني هو بيطلعوا 100 وبرد بيسحب له. يعني وجود اليوريك اسيد هاي شو بستفيد منها؟ انه اذا انا عملت يورين اناليسيس هل لازم اشوف يوريك اسيد؟ لا، او اشوفه بنسبة ضئيلة جدا. اذا شفته عالي معناته الرينال عندي خربان. كذلك الامر السكر، ليش بستخدم اليورين مشان الدايجنوسيس اوف دايابيتس؟ نفس القصه، جسم بيفرز 100% في الطرد 99% ريابسورب من الجلوكوز، الجلوكوز لازم ما اشوفوش في اليورين او اشوفه بنسبه ضئيله جدا، اذا شفته عالي معناته عندي رينال ديسفانكشن. الفلتريشن هون في الجلوموس الهولز تبعها تبع الممبرين واسعه متدمره. سيكريشن بروكسيمال كونفليكت، يعني طلع هذا اليوريك اسيد بتفلتر ب 100% وبنسحب ري ابسوربشن وبعدين بروح بصير له سكريشن وبعدين بصير ري ابسوربشن في الديستال اخرى مره. الخلاصه بقول لي النت يورينري اكسكريشن يوريك اسيد من 6 ل 12% من اليوريك اسيد اللي مفلتر. يعني انا لو دخلت 100 جرام على فرض، يعني 100 جرام 6 ل 12 لازم اكون الليفل في اليورين احصله، لانه ال 100 جرام بصير لها ابسوربشن من 98 ل 100% وبعدين بصير لها سكريشن في البروكسيمال نفس الموقع،
وبعدين بصير ري ابسوربشن في الديستال. فمن هال100 6 ل 12 جرام لازم اشوفها في اليوريك اسيد في اليورين. اذا شفت اعلى مثلا 20 معناته في عندي كيدني ديسفانكشن، في عندي كرونيك رينال ديزيز مثلا. اليوريك اسيد هاي الريفرنس، ريفرنس رينج ان ادلت ميلز 3.77. هاي مره ثانيه الرينج هون يا جماعه الخير في الدم مش في اليورين، لازم اشوفها 3.7 ل 7. اوكي، لاحظ الفيميل اقل طبعا لانه الميل عنده بروتينز اكثر، مصل اكثر. سيرم كونسنتريشن انكريز وذ ايج اند افتر منوبوز 100%. بعد المنوبوز كل الهرمونات بتوقف وكل السايكل تبعت المراه بتتغير، عشان هيك بصير عندها اوستيوبوروسيس، هوت فلاشز، ما بتعرف تنام. بصراحه بصير وضعها صعب هون. الرجل التستوستيرون بضله ماشي معاه حتى يموت. مشان هيك انتم بتعرفوا المرأة عندها 400 بويضة خلال السايكل تبعها كلها في فترة حياتها. مشان هيك في ناس بتسمعوا انه بياخذوا بويضات وبروح بخزنوهم في الثلاجات او في الفريزرات. في دول كثيرة هيك بتعمل على اساس انه مثلا المرأة تأخرت في الزواج. بقول لك يعني تزوجت مثلا على سن ال40 او 41، فايش تلاقي البويضات ايش موجوده. كوز اوف ابنورمال يوريك اسيد ليفل ديزوردرز اوف اليورين ميتابوليزم. اوكي، ابنورمال برودكشن او اكسكريشن. اعطيكم الدواء مثلا بيعمل مشاكل هون في الديزوردر اللي بيورين ميتابوليزم. اذا بتستخدم انت ميركابتو بيورين، انا ما بعرف اذا اخذته اصلا قبل السرطان، بس في منها اسمه ميركابتو بيورين. ميركابتو بيورين بيشتغل على البيورين ميتابوليزم، فبروح ميركابتو بيورين لانه هو انتي كانسر بيعمل انتر اكشن مع الالوبيورينول. فالخلاصه انه بيزيد اليوريك اسيد فبيزيد الريسك اوف جاوت. تمام، لانه الالوبيورينول اللي هو دواء النقرس بوقف الاكزانثين اوكسيديز انهبيتور، ميركابتو بيورين بنشطه، مش بنشطه وبعمل له انهيبيشن بس بيعمل له تنافس، يعني زي از انتاجونست. يعني انا هيني مربع وبجيب دواء مربع بس ناقص جزء منه، فهو فعليا يعني بقدر تقول انه زي كانه بارشل اجونست. بارشل اجونست لحاله اذا اجونست، بس لما يبقى مع دواء ثاني مشابه له بصير انتاجونست. فالميركابتو بيورين بينافس الالوبيورينول على نفس الانزيم كومبيتيشن. يس، وزو هذا حكيناها. ليش بصير يوريك اسيد عالي؟ يا انت بتصنع كثير، يا انه في عندك خلل في الكليرنس او في الاكسكريشن. هذه هي ديزوردرز اوف البيورين. هذا مشان اقول لك انه هي عباره عن وراثه، لانه هي في النهايه البيورين ميتابوليزم، الميتابوليزم يشمل البرودكشن والاكسكريشن، الهدم والبناء. ونسيت كمان سوف ابنور مريبك اسيد، هي المهم انه بيعطيني كيدني ستونز، نيفروليثياسيس. هذا مصطلح مهم، نيفروليثياسيس يعني ستونز ان ذا كيدني. ممكن يعمل لي كمان يوريك اسيد كيدني فيلر لما في المراحل الاخيره، لانه اليوريك بيعمل ديبوزيشن في برينكايما والتوبيولز. برينكايما اللي هو مادة، إذا أنتم ذاكرين في لأنكم أول سلايد هون تشابتر. لما نرجع هاي الكدني، هاي المادة زي اللي في المظلة بتسميها إيش؟ بعد النفرون برينكايما، يعني المادة زي برين ماتر، جري ماتر، زي المادة السكنية والرمادية اللي في الدماغ. معنى آخر يعني دمج في الكدني. ممكن اللي هي الأشهر تعملها ديبوزيشن مش على الكدني نفسها، على الجوينتس. وهون بنسميه جاوتي أرثرايتس أو الجاوت اللي هو النقرس. نيورولوجيكال بروبلمز ممكن اذا ترسبت على الاعصاب. يعني طب ليش تترسب؟ لانه اليوريك اسيد شكله از كريستال، والكريستال يعني زي حبيبات سكر ما بتتحرك في الدم،
بسهوله، مش كرويه، مش سفير، شكلها مربع بتكون او زي دبابيس. هاي يعني زي ما انت تمشي اميبا في الدم، خطه فاضيه. الشكل تبع اليوريك اسيد يساعده على انه يعمل ديبوزيشن، تراكم. وين اكثر الاشياء؟ المفاصل. فمشان هيك بصير عندك جوت ارثرايتس، او الكيدني، او البرين اللي هو الاعصاب، زي الزهايمر مثلا. احد النظريات تبعته انه في عندك ديبوزيشن الماتيريال زي جنون البقر. مصطلح هايبر يوروسيميا، احنا كنا هي الليفل تبعه في الدم 3.1، ده باقي اكثر من 7 نسميه هايبر يوروسيميا. سيرم كونسنتريشن اكثر من 7 من او اكثر من 6، طيب ماشي احفظهن. لا انا ما بديش تحفظ لي يعني كونسنتريشن، بس في البوتاسيوم والصوديوم انا قلت لا، بدك تحفظ شو النورمال. في المينرالز بدك تحفظ شو النورمال. اما هون لا، اسيمبتوماتيك هايبروسيميا، في ممكن انه شخص ما عنده اي اعراض، لا الم في المفاصل ولا في الكدني ولا في شيء ولا وجع، ويبقى عنده اليوريك اسيد مرتفع. هذول احنا بنسميهم ريسكي فور كدني ديزيز. الهايبروسيميا تبعت الجاوت انه شو بصير؟ اليوريك اسيد تعمل ترسب على الجوينتس اند اذر تيشو، بسموها فوي. اليوريك اسيد لما يمشي بيعمل انفلاميشن. ليش؟ انه يونتي تبعت الجسم تتعرف عليه انه والله احنا مش شكل هيك الجون، مثلا شكله املس، هذا شكله مدبب، معناته في سمثنج رونج، في بكتيريا، في فيروس، فمش ما هو انه في املاح ولا شيء، فبيهاجمه، فبيعمل لك انفلاميشن. بيك تو اللي هو ميتاساكرال فالينجيال جون، يعني في المفصل تبع الاصبع الكبير في القدم، بتشوفه دائما منتفخ او هون. اوكوجينال اتاكس جاوت بتيجي على شكل نوبات، يعني مش طول الوقت وهو بيتالم، ولونج بيرد اوف ريميشن اكيد. وزد على ذلك انها تاتي في الشتاء، يعني الشتاء الشتوي اذا بريكيرزر له البرد. هو اذا ذكر يعني تخيل انه اصبع ذكر في حفه التخذ، مش بتولول وبتصير تمر، نفس القصه هون، بس انا من دون ما انك تصدم في شيء، فيري بينفول. الجاوت له نوعين طبعا، برايمري جاوت وسكندري جاوت. في عندك اسينشال هايبر يوروسيميا، البرايمري يسموها اسينشال، يعني شو السبب؟ كالعاده زي البرايمري هايبرتيشن ايوباثيك، بعرفش شو السبب تبعه، ممكن وراثي، ممكن شيء، لكن يعطى كاديوم ميتابوليك اوفر برودكشن للبروتينز، ديكريز رينال اكسكريشن، يعني يا الكليه خربانه، يا انك انت بتاكل كثير من الدايت، يا انه اوفر برودكشن في البروتين، لكن سببها في النهايه مش معروف. لكن السكندري جاوت ممكن الرينال ريتنشن اليوريك اسيد، يعني واحد عنده فشل كلوي حاد، فشل كلوي مزمن، واخذ دايوريتكس بين قوسين ثيازايد اسيد، يعني عنده دايبيتيك كيتو اسيدوزيس او لاكتيك اسيدوزيس. او ممكن اسباب ثانيه مثل التيومر، هسه حكينا كيموثيرابي، هسه حكينا بالهايبويروسيميا، يعني هذه انت بتحكي هون هايبر يوروسيميا. هاي طبعا جدول محذوف ما بدنا اياه، بس احفظوا لي الجدول المهمه. الهايبويروسيميا في عندك السيرم يوريك اسيد كونسنتريشن اقل من 2، برضه هون مش مطلوب عفوا، ماتش ليس كومون ذان هايبروسيميا. نعم، ما عمري سمعت بصراحه انه واحد عنده هايبروسيميا، الكل ما شاء الله فوق اللحم. ديفرنت بوسيبل كوزز، في عندك ريديوس بيورين سينثيسيس ان ذا ليفر، يعني ممكن انه يبقى عندك هيباتايتس او ليفر سيروسيس، الانزيمات تبعت الليفر اللي بتصنع اليوريك اسيد خرباني، لانه المفروض بنرجع بنقول كله جاي من الامينو اسيد. الامينو اسيد بتتخذ عده طرق، منها بتروح امونيا وبتعطيني يوريا، وشي بروح امينو اسيد ميتابوليزم بعطيني يوريك اسيد، فاذا الانزيمات اللي هاي السايكل خربانه، ما فيش عندي يوريك اسيد انتاج. ممكن كانسر كيموثيرابي، ها سكس ميركات سبحان الله، او ازيثيوبرين. ازيثيوبرين هو عباره عن دواء اسمه تجاري اميوران، هو سايتوتوكسيك ايجنت، يستخدموه فور كيدني ترانسبلانتيشن.
يعني بمعنى اخر اميونو سابريسان زي الكورتيزون لكن اقوى منه بكثير. هذول انهبيترز للبيورين سينثيسيس، وهذول عندهم انتر اكشن مع مين؟ مع اللوبيورينول. افكتيف رينال دوبلر ريابسوربشن اوف يوريك اسيد. اوكي ليش؟ لان حكينا بيوريك اسيد سكريتد 100% فلتريت فلترت 100% وريابسورب تقريبا 98 ل 100%. اذا الريابسوربشن خربانه معناته في من دي مشكله في الدم، راح يكون تركيزه قليل. اوفر تريتمنت اوف هايبرجليسيميا، هسه بنحكي عن العلاج ده مش حكي عن انهيرتد ميتابوليك ديفكتس اللي هو وراثي يعني. اوكي علاج النقرس، ها تشبه تحضر الروابط مش موجود. جبت لك سؤال شو تريتمنت اوف جاوت، صرت كل اللي بعرفش علاج النقرس ثلاث او اربعه يعني. اولا انسيدز، طبعا هو لانه هو على انا حكى لك انه على شكل نوبات. جاوت ممكن تقسيمه على شكل النوبات، ممكن تقسيمه انه اكيوت جاوت او كرونيك جاوت. كرونيك جاوت انه انا يوريك اسيد تبعي مرتفع لكن ما بتجيني نوبات حاده. الاكيوت جاوت لما تيجي النوبات الحاده بدي تريد. الاكيوت جاوت في ثلاث انسيدز، كولشيسين والكورتيزون. كولشيسين السايد افكت تبعته دياريا مهمه يعني. الانسيدز ما هو معروف شو السايد افكت تبعه، والكورتيزون معروف. في الكرونيك جاوت في دوايين، اللوبيورينول زائد في بروبانيسيد مش مطلوب، يعني احفظوا لي بس الالوبيورينول. تمام؟ يعني واحد جاء كرونيك جاوت ما بقول له روح خذ كولشيسين. الاكيوت يعني لما تجيك النوبه. طبعا الكولشيسين بدناش ننسى انه ممكن استخدامه للفاميليا الميديتيريان اللي هو هم البحر المتوسط. الاف ام اف يورين اناليسيز اللي هو يعني واحد جاء يعمل عينه بول، انا شو لازم اشوف الطبيعي؟ اولا من ناحيه الشكل تبعه اليورين لازم يكون نتيجته يعني على التيست عشان اشوفه نورمال ستيريل معقم اكيد. هل تعلم انه اذا كنت انت في صحراء ما فيش مي ممكن انك تشرب بولات؟ بدك تموت في النهايه يعني بدك تشرب اي شيء. نعم اليورين از ستيريل، شو بدك احلى من هيك؟ فلتر كدني. بعرف الموضوع ديسكاستد بس يعني هذا الصح. انا بدي اموت ولا بدي هسه كالكاني اني بدي اقرف من حالي؟ ماشي ليش ستيريل؟ لانه مفلتر عندك جلومنس فلتريشن سوري اند كلير. من ناحيه الكلر امبر كلر او بسموه قشي لايت لايت سترو كلر سلايتلي اسيدك، لازم البي اتش تكون تبعته من 5 ل 6. تحفظين بدك تحفظين الموضوع. كاركترستيك اودر يعني له رائحه مميزه اللي هي رائحه الامونيا سبيسيفيك جرافيتي مطلوب حفظها مهم. شو هي سبيسيفيك جرافيتي؟ هي عباره عن نسبه الاملاح في اليورين منها اليوريك اسيد. بس تنساش في عندك كالسيوم، في عندك الريفروسايت لك اياها وايت بلاد سيل، صوديوم، بوتاسيوم. طيب شو يعني هان؟ اذا باك سبيسيفيك جرافيتي عندك انت عالي، يعني مثلا جبت في امتحان 1.1 اعلى من النورمال. طب شو هنا انا بفهم؟ انا بفهم انه الشخص ممكن انه عنده ديزيز يعني معين، بس من ناحيه انه هل هو ديهايدريتد ولا ري ديهايدريتد؟ يعني هل هو في عنده مي منيح ولا جاي عطشان؟ لما يبقى سبيسيفيك جرافيتي عالية شو رأيكم؟ هسه انا حكيت سبيسيفيك جرافيتي هي عبارة عن نسبة الأملاح في اليورين. إذا جاك واحد سبيسيفيك جرافيتي عنده عالي شو معناته؟ نسبة الأملاح في اليورين شو مالها؟ عالي. لما نسبة الأملاح في اليورين عالي معناته فيش مي، معناته شو ماله؟ ديهايدريت. يعني مش انك تقول انه عنده ديزيز. بدك تربطها هذا الشغل مع مين؟ انا هيك بكشف اسئلتي يعني. بس يعني هذا السؤال حلو يعني بدك تربطها مع مين؟ مع الاي دي اتش.
ممكن اجيب لك نيفروتك سيندروم، شو بصير في سبيسيفيك جرافيتي؟ عفوا دايبيتك انسيبيدس. تمام، مش كل شيء اخذناه في الماضي بننساه. نورمال يورين اوتبوت 200 من 400 الى 2000 مللي، لازم الانسان يطلع في اليوم تقريبا من نص لتر للترين، حسب انت قديش بتشرب مي وعصير وكولا وهي الشغلات. في عندك انيوريا اذا باقي اقل من 100، تصور في يعني جسمك انت بس 100 ام ال بتطلع في اليوم، يعني معناته في الشيرين بالمره غير ديهايدريتد، انت ديهايدريتد على الاخر. وليجويوريا يعني اقل من 400 وليجويوريا، لكن بوليوريا اذا اكثر من 3 لتر هون ممكن يبقى عندك ديابيتس، كل شوي على الحمام. Any change may indicate kidney pathology. Yes. Urine is examined, okay, visually, chemically and microscopically. مايكروسكوب عشان ايش؟ عشان اشوف كيف شكل، في عندي ريتروسايت، وايت بلاد سيل، في عندي اميبا، في عندي مثلا بكتيريا، اي كولاي، اشهر واشهر بكتيريا بتعمل لك يورينري تراك انفكشن اي كولاي. تمام، كريستال، شوف ان عنده جاوت ولا لا، كالسيوم ديبوزيشن، يعني في لين اشكال. كيميكالي انه انا اشوف هاي البي اتش، بس في جرافيتي. فيجوالي الرائحه، ستيريل المنظر تبعه. تمام، النورمال يورين كونستيتوينتس، يعني لازم انا هذول انا اشوفهم، مش ديزيز ما دام هن ضمن الرينج. يعني انا لما عم افحص يورين راح الاقي ديزولف كومباوند، راح الاقي صوديوم، راح الاقي بوتاسيوم، كالسيوم، ما دام ضمن الرينج مش مشكله. طب قديش الرينج؟ ما بعرف قديش الرينج في الدم اخذناه، يعني مثلا الصوديوم اخذناه انه من 145 ل 155، البوتاسيوم من 3.5 ل 6. تمام، بعرفش ده هون حاطط الليفل، بس هو في الـ في الـ اذا انت جاك تقرير طبي بك وكاتبين لك قديش النورمال في اليورين. سيلولر فراجمنت، لازم انك انت كل واحد بيشوف والله شويه ار بي سي بيقول لك عنده انفلاميشن، لازم تشوف في مشح الدم في اليورين، يعني اللي هي ار بي سي عاده بكون عليها من 3 ل 5 خلايا في الملي الواحد، هذا نورمال. راح تشوف وايت بلاد سيل، بروتين واسكاست، يعني مواد زي الامونيا، زي اليوريا، زي الشوائب، كريستالز راح تشوف، ما دام انا ضمن النورمال ليفل ما بخاف منه. توربيديتي، اذا شفت اليورين، هذا مهم سلايد، اذا شفت اليورين معكر يبقى في عندك احتمالين، يا انه في عندك انفكشن، يا في عندك فات بارتكلز، يعني عندك ليبيدز. تمام، المفروض انه احيانا انه شكله يبقى ستيريل او كلير، فيبقى تيربيد سمثينج رونج، شو هو؟ انفكشن بروح دي هناك او فات بارتكلز. فومينج، لما تشوف اليورين عليه رغو كثير، كان عندك بروتينيوريا، يعني نيفروتيك سيندروم. اذا شفت اليورين دار عكر كثير، كونسنتريتد يورين دي هيدريتد، بريزنت اوف بيجمنت مثلا هيموجلوبين، عنده هيموليسيز، مايوجلوبين، بنكريد براون، ليش؟ لانه حديد، الهيم، مايوجلوبين موجود فيه هيم برضه، فالحديد من كثره يعني الهيموليسيس، تدمير الار بي سي بشكل هائل جدا ومكوناتها، الطحال ما بيقدرش يستوعب كل هذا الشيء، فحفرز على الدم الزايد. حديد وين بده يتخلص منه الجسم؟ واقرب شيء طبعا مين؟ الكدني. هيماتوريا، شو يعني الاقي ار بي سي وكاست ان ذا يورين؟ هسه حكينا راح ما دام انه ضمن النورمال بصير تشوف لك 3 ل 5 خلايا في الملي، بس شفت انت مثلا 10,000، اوه في something wrong here. رينال ديزيز ممكن، انفكشن او انفلاميشن، او ممكن بلادر سبايتس مثلا. هيم، رجعنا انه شفت هيم عالي في اليورين، يعني الحديد نفس القصه، هيموجلوبين، مايوجلوبين، هيموليسيس. وايت بلاد سيل، هسه حكيت انه وايت بلاد سيل عادي اني اشوفه، ولكن اذا شفت عالي تركيزها انفكشن او انفلاميشن، يو تي اي، يورينري تراك انفكشن. البي اتش، بي اتش كنا سلايتلي اسيدك، هي من 5 ل 6، شفت اليورين البي اتش تبعته عالي اكثر من 7.8، يوريا سبليتنج بكتيريا.
يعني قاعد، اذا اليورين صار قاعدي عاده تكون بكتيريا. بكتيريا شو مالها؟ منتج لليوريا، مش اي بكتيريا. جلوكوزيوري، عفوا جلوكوزيوريا، يعني تشوف جلوكوز في اليورين، دايابيتس. كيتون يوريا، شوف كيتون بوديز not in the blood in the urine، برضه diabetic ketosis doses، برضه fasting ممكن، انت بتصوم فترات طويله ما فيش عندك سكر، والسكر راح يتحول لكيتون بوديز، والكيتون بوديز يتم التخلص منها لان مواد سامه طبعا لا اليورين. starvation نفس الحكي. نايترايت، اذا شفت النايترايت تركيزه عالي في اليورين ممكن تكون بكتيريا، بس بكتيريا مش اللي بتنتج يوريا، بكتيريا بتحول اليورين النايتريت ونايترايت، يعني الامونيا ومركباتها لنيترايت. ايوه معطيك مثال، الجرام نيجاتيف بكتيريا ايكولاي اللي هي اشهر واحده بتعمل يو تي ار. يعني ممكن اني اشخص انه الزلمه هذا معاه بكتيريا انفلاميشن ثلاث شغلات، اولا اشوف وايت بلاد سيل عالي، واشوف الريد بلاد سيل عالي، واشوف كمان نيترايت عالي، عشان اذا بدي اشخص انها ايكولاي مش بس لسه بكتيريا، او اني اشوف كمان يوري سبريتنج بكتيريا برضه. انا في عندك ايكولاي، وفي انا اسباب اسامي بكتيريا ثانيه، يعني زي شو اسمه هيموفيلس انفلونزي، شو اسمها هي ذيك سيدوموناس ارجينوزا، هذه وسخه البكتيريا سيئه جدا. عاده جرام نيجاتيف بكتيريا لا يورين تراك انفكشن، يعني صعب تلاقي ستافيلوكوكس اوريوس في يو تي اي بتعمل، لكن سكن انفكشن بتلاقي ستافيلوكوكس، فرنجايتس ستريبتوكوكس، نمونيا ستريبتوكوكس نمونيا. مشان هيك ايه في علم اسمه امبيريكال ثيرابي اوف انتيبيوتكس، يعني انت ما بدك تستنى لسه يتعرفوا لك شو البكتيريا، مثلا مريض تعبان جدا بدك تعطي انتيبيوتيك، بدك تعطي انتيبيوتيك يغطي البكتيريا المحتمل انها هي بتصيب، وهذا طبعا بدك تبقى دارس منيح عشان تعرف شو اهم البكتيريات اللي هي المفروض انه تاخذوها في شيء اسمه الثيرابي اللي هي العلاجيه بعرف بالعربي. تمام، سبيسيفيك جرافيتي هاي مثال انها فوق النورمال راح يكون في عندي ديهايدريشن، لانه هي النورمال 1.03، يعني هون حط يا 0.4 احنا احفظوه لي ب 1.03، فوق هاي ديهايدريشن. يلا يقربنا خالص الجلومرولار بيرمابيليتي، الجلومرولار زي اي اخذنا في الديفيوجن وهيك معروف، اي حاجز في الجسم سواء سيربروسباينال فلويد سي اس اف، او مثلا اللي هو عفوا بلود برين بارير بي بي بي، او مثلا بريتونيا برين البلاسنتال ميمبرين تبع الجنين، اي غشاء في الجسم سيمي بيرمابيل، يعني بمعنى اخر ينتقل حسب الخاصيه الاسموزيه، ولكن ممكن انه ينتقل ريفرس ترانسبورت يعني باتجاه معاكس، وهون بدك الطاقه، بدك النواقل البروتينيه، بدك حجم البورز اللي مسموح فيها. والجلوميرولس نفس الحكي، الكدني النفرون اول عضو عشان يصير فيها فلتريشن في لها سايز البوز هذه، جبت لي انت مايوجلوبين البومين بروتينات كبيرة انسولين، شو بده مركب من ال شو اسمه الجلوميرولوس؟ راح تقول لي طب ما هي ما انت حكيت انه الكدني، كدني حكيت مسؤول عن الميتابوليزم، يعني الانسولين مش راح يتفلتر على شكل انسولين، راح يتكسر للوحدات البنائيه الصغيره اللي الامينو اسيدز. الالبومين نفس الحكي، اما اني انا لاقي البومين موجود في اليورين معناته الهولز مفتوحه والدشاشي ماشي. تمام، فاذا اول شغله في البيرمابيليتي اللي هي السايز تبعت الجزيء الذي يحتاج الى فلترته. الجلوميرولس اكت از سيلكتيف فلتر اوف بلاد، سيلكتيف يعني مش اي واحد بيقدر يخترقها، صوديوم اهلا وسهلا، بوتاسيوم اهلا وسهلا، جلوكوز اهلا وسهلا، يوريا ماشي الحال، كرياتينين ماشي الحال، ريستريكت ذا باسج اوف ماكرو مولكيولز، انسولين كبير، هيبارين كبير، مايوجلوبين كبير، الفا فيتو بروتين كبير. هاي مولكيولر بروتين زي الالبومين ار ريتين باي هيلثي
جلوكوز. اذا شفت انا بروتينيوريا منها الالبومينوريا يعني معناته عندي نفروتك سيندروم. لو مولكيولار ويت بروتينز البروتينات الصغيره are also retained to significant extent يعني لدرجه معينه. يعني يبدو كلك ان الجلوكوز ما بتحبش البروتينات، لكن البروتينات الصغيره بتمرقها شوي، بروتينات كبيره نهائيا لازم ما اشوفهاش. urinary بروتين لوس يعني بروتينوريا، يعني انا اشوف بروتين في اليورين. الجلومرا انكريس فلتر لود، يعني هن بوضح لك شو اسباب ليش بشوف انا بروتين في اليورين. انت قلت انه لازم ما اشوف، واذا شفت بكون يعني نسبه معينه للبروتينات الصغيره. طيب اذا شفت انها كبيره في عندي مشكله. اولا الجلومرولس اذا باكل في الموقع الجلومرولس انكريس فلتر لود، انت بتاكل بروتينات كثيره مش ملحق انا اعمل ميتابوليزم، ضغط 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 تنهار الشبكه وبصير يدخل كثير بروتينات، بيهمش حجم كبير حجم صغير كله بدخل. بدخل وين؟ على اليورين. يعني بتفلتر مش بصير له بيرجع على الافرنت ارتريولز وبرجع على الدم. اوفر فلو انكريز بلد ليفل اوف لو مولكولار ويت بروتينز. عندك انت البيمونيميا يعني بروتين من الالبومين عالي. فانا بنرجع لمين؟ لامراض الليفر مثلا كانسر في الليفر بروتينات كثيره راح في النهايه. مشان هيك دائما الرينال مربوطه في الكدني في الليفر. مشان هيك شو انت ذاكر سميته اياها هيباتو رينال سيندروم او هيباتو رينال انسفيشنسي. توبولر ممكن تكون من توبولر من توبيول تبعت الكدني. ديكريز ابسوربشن فلتر فلومر يعني اللو مولكيولار ويتين اللي داخلين على اليورين مش المفروض تصير لنا ابسوربشن. فاكر لما قلت انا الانسان دخيل حتى لو صار له فلتر بحب يعمل ابسوربشن. هاي شو فرجينا ناكل اذا السم اللي هو اليوريا عفوا اليوريك اسيد بصير له 98 ل 100% ابسوربشن. فاذا الكدني عندك انت هان ما بتعمل ابسوربشن خربان في منافسه مثلا مثلا البروبانيسيد الاسبرين هذول كلهم ويك اسيدز. لما احط انا مع ادويه ويك اسيدز ثانيه زي البنسلين بصير كل الريابسوربشن، وهذه احد الطرق لعلاج التوكسيسيتي. تمام. نورمال يورينري توتال بروتين لوس يعني انا لازم اخسر في اليوم 150 ملي جرام بير دي، هذا النورمال هذا حفظ. لكن لما يصير عندي بروتينوريا ايام النفروتك سندروم قلنا اللي هو يعني فوق ال 300 اذا انتم ذاكرين برضه حفظ. بروتينز نورمال لوس ان ذا يورين بقول لك انه موستلي البومين، يعني من ال 300 هاي تقريبا نصها البومين. كمان سمولر بروتينز وهذا امر طبيعي. لارج بروتينز ممكن سكريتد باي توبيولز، هذا بدك تحفظ البروتين اسمه تام هورسفال جلايكوبروتين، هو عباره عن احد البروتينات الكبيره التي يحدث لها سكريشن. احنا بنعرف انه البروتينات معظمها بصير لهاش فلتره سواء يعني نسبه صغيره اللي هي السمول بروتين، لكن معظم البروتينات ما بصير لها فلتره والصغيره معظمها بصير لها را ابسوربشن. بس هسه شو جايين نحكي؟ لارج بروتين وسكريتد، يعني هذا البروتين هاي بده يكون لك اياه انه لو انت عملت يورين تيست وفحصت التام هورس جلايكوبروتين انا نورمال يعني لازم الاقيه عالي. هذا بروتين لارج بروتين والاقيه هيك، مش يصير تقول هي ما انت قلت اللارج بروتين ما بصير له لازم ما اشوفه في اليورين. لا هذا اكسبشن. يعني most of the proteins are not most of the large proteins are not filtered except هذا اللي هو البروتين. هاي اللارج بروتين بصير له فلتريشن اسمه تام هورسفال جلايكوبروتين تي اتش جي. فهذا على كيف اليورين طبيعي ما في مشاكل. هون بتروح لنا للميجر يورينري بروتين، يعني ممكن تلاقي اي جي جي في اليورين. طبعا انا بعطيك البلازما كونسنتريشن وقديش في عندك لود، ما في ما بدنا نحفظ نطلع قديش الريابسوربشن. معظمه بصير له ريابسورب. طبعا هذول ما لهم مايكرو بروتين بعد هذا لارج الالبومين. عشان هيك انت في اليورينري لازم الكونسنتريشن تبعه صغير. الاي جي برضه نفس الحكي. تمام طلع اللارج بروتين مثل هاي.
قديش في اليوريان تركيزه؟ قليل جدا. حفاظ؟ لا لا مش حفاظ. المهم الفكره العامه هيك انه اللارج بروتين ما بصير له فلتريتد، في اكسبشن هيو. سمول بروتين بصير له فلتريشن لنسبه معينه وبعدها بصير له رابسوربشن. طبيعي يعني انا سمول بروتين في اليورين اه طبيعي ما دام هي ضمن الرينج. نورمال يورينري البومين لوس لازم اقل من 30، حكيناها اكثر من 300 عند بروتينيوريا نيفروتكسون دول، اقل من 30 نورمال. البومينوريا از ماركر فور كيدني دامج لنيفروتك سيندروم. يورينري البومين تو كرياتينين ريشيو، في شيء اسمه اي سي ار برضه فحص صار. اي سي ار هو عباره عن نسبه الالبومين للكرياتينين في اليورين، وهنا بيستخدموها في فور كيدني كرونيك كيدني كلاسيفيكيشن. فانتوا ذاكرين رجع على المعادله ايام المعادلات كيف قسمنا كرونيك كيدني، هاي هاي ستيجز هون حطينا كنا كرياتينين كليرانس حسب اللي هو الكوكروفت جولد ايكويشن، بس في شيء بيحسب على الاي سي ار، يعني انا بديش اعتمد على هاي النسبه على هاي التقسيم على الجي اف ار، بديش بدي اعتمد على اخر واحد. شو بحكي لك؟ بقول لك جيب قديش كونسنتريشن للالبومين في اليورين وقديش الكرياتينين في اليورين وقسمين على بعض، فبقسمون بقول لك A1 normally to mild increased يعني طبيعي او ممكن ارتفاع شوي. اذا شفت انه الاي سي ار اللي هي النسبه اقل من 30 ملي جرام لكل جرام اللي هي الالبومينوريا والرينج تبعها اقل من 3، ثاني من 30 ل 300 هذا الرينج، والديزيز تبعك من 3 ل 30، عفوا الرينج من 3 ل 30 والالبومينوريا التركيز تبعها من 30 ل 300، يعني هاي قديش تركيز الالبومين تمام هون للرينج الطبيعي. اي 3 اللي هي المرضي سيفيرلي انكريز، اذا باك النسبه عندك الاي سي ار اكثر من 300 والنورمال تبعها تكون من يعني اكثر من 30 الرينج تبعها. هذا شكله مش واضح عندكم. هان الاولانيه لتركيز الالبومين، هاي لتركيز الاي سي ار تمام، يعني السطر الاولاني اللي هون للالبومينوريا لحاله، السطر الاخير عشان الاي سي ار. يعني لو جبت لك انا سؤال في الامتحان يعني قلت لك انه واحد عنده الاي سي ار مثلا من 3 ل 30، صنف لي اياه حسب الكلاسيفيكيشن قديش الكرونيك كيدني ديزيز، بصير كله moderately increased او A2 تمام، بدك تحفظ هذول ما تنساهمش. A3 لو سيفير، قديش الرينج للاي سي ار اكثر من 30، قديش الالبومين في اليورين اكثر من 300، يعني هذا نيفروتك سندروم برضه تمام. هذا الجدول مهم انك تحفظ هاي شو معنات هاي، وهون الالبومين لحال وهون الاي سي ار لحال، وخلصنا كل المادة تمام. كده مهمة زي بقية الشباتة، وأنا أنصح أنت بتسمعني هسه للي بده يجي يعني بعد أسبوعين احضر الرابط، تعتمد لي لحالك في الفهم، ما شايفين في تركات في أشياء مش واضحة في أشياء حدثناهم، عشان ما تقول لي منين جايب وشو الأسئلة وغريب ودقيق والحكي هذا، لأنه الفاينل ما راح أجيب لك إياه يعني برضه إيزي بيجي. والز الثالث يعني عامله دعم للطلاب إنه بس يلا بس جيب فلل لي إياه، يعني أنا بدي إياك تفلل. فمشان هيك جاب 15 ب 45 دقيقة، ثلاث شباتر صغيرة. في حدا عنده أسئلة بشكل عام؟ أنا هيني بعمل اللي علي، برضو نسبة المشاهدة قليلة جدا، عشو بدي أعمل؟
ولا واحد بيتعظ. ولو بنقول لك انت بتحكي انه بس شباب كلال من مصر، طيب شباب كلال وفي بنات في طالبات كثير في مصر. انا بدي يرجع 30 ل 35 طالب زي ما بديت في الاول. هسه 150 طالب للاسف 30 واحد ما راح يقدروا يكملوا المسيره معنا. ولا اكون صريح اكثر ممكن يوصلوا لحد 100، يعني في 50 طالب وضعهم 30 اكيد برا. برا يعني شو يعني خلص ما بزبط الوضع. يعني يعملوا انسحاب مش عارف انا ليش. ال 20 برضه ينتبهوا انه في علامه وعلامه مش موجوده. في عندنا 100 لسه ماشي انتبه. الله يسلمك. هسه طب شو اللي جاي؟ ما في هسه محاضرات. بس اذا بدك انه ما راح اعمل محاضره قبل الكويز الثالث عشان اقول لك يعني اشرح لك، لانه احترامي كل ثلاث شباتر هيني بحكيها بشكل واضح. احفظ السلايدات من ثلاث شباتر، ما راح اجيب خارج، راح اجيب من السلايدات نفسها وبشكل مباشر اكثر. وما تدرس قبل بيوم من الامتحان. بدك تحضر الرابط كنبي الفاينل؟ لا بدك تحضر الرابط غصب عنك اذا انت حابب انك تنجح. لسه مش انه انا بصريح يعني من سلايدات اوكي. وفي مين راح يجي من الاشياء الخارجيه؟ يعني اذا جبت هسه عن الجاوت التريتمنت تبعه، طب انا شو عن ذنبي اذا انت بتحضر ايش؟ انا هاي اللي قاعد بحكي لك احضر. حتحكي مطول الفاينل، الفاينل في 25 ل 30 الشهر. يعني في عندك اسبوع، شو اسبوع؟ 3 اسابيع. وكل يوم نزل لك محاضرة. اسمع بس، عين النوت على ورقة على الأقل بس يسهل عليك. أما تيجي أنت قبل يوم الفاينل نفس القصة، تجيني قبل بيوم وتصير تقول لي يعني حضرنا. أنت شايفين حرب يعني اليوم هسه ها راكب شوي، قبل يومين ردت مشكلة وراكب للأسف اللي هو يعني 40 شهيد في اليوم. هذا صارت عادي مش عارف شو العالم، خاف يخلص الناس. نعمل محاضرة، هذه ضرورية. هاي محاضرة ضرورية. أما تيجي تحكي لهم كويز 3 اعمل لي محاضرة مراجعة ما بزبط. أنا من رأيي إنه هي من 15 ل 20 في وقت بريك عندكم، خلص ما فيش محاضرات. إن هذا الأسبوع لازم تستغله تقريبا 10 أيام من 15 ل 25. بدك ترتب حالك في كل المواد، تحط نوتس، تظبط حالك. هاي انا بعملكم في هاي الفتره حضرة المراجعة. بس مره ثانيه ما راح احكي لك انا جايب هاي وجايب هاي. انا راح افتحها وبسمع منك. دكتور انا مش فاهم هاي. دكتور وضح لي هاي. ممكن اساعدك انه يعني اقول لك ركز على هاي ركز على هاي. بس ما تتوقع مني اني اجي راح اشرح لك ثلاث شباتر واربعه بنفس القصه. هذا بتطلب منك انك على الاقل تكون شو عارف شو الماده. يعني ولو قراءة أولية. طب ليش يا محمد؟ لأنه بعد الرفعة مع الكويز الثالث لسه يعني الأفرج بصراحة عالي كثير. يعني أنا ما بقدرش برضه كمان نفس السيستم، أنا متأسف ما بقدرش أحط للفوق 90 وما بقدرش أقول له حط فوق 85. بدك تشد حالك يعني برضه المادة صعبة مش سهلة. تمام. ما شغلة أخيرة، الناس اللي مش كاتبة أساميهم، أنا يا حبيبي كيف أنا بعثت لهم أخرى كمان، ضل عندي ثلاث أربع أسماء مش واضح. أنا كيف بدي أضلني أعرف؟ بزبطش بزبطش. طبعا هم لا بحضروا الرابط بس مش معنى هم أكيد. مشكلة أنا ما بعرف هيك. بدك تكمل معي بدك تعطيني اسمك الرباعي، غير هيك ما تلومني وتصير تدعي علي ومحمد ظلمتني ومحمد انا كنت معك وانت ما ارسلتش اسمي. قبل الفاينال قبل ما اسلم العلامات ببعث اللي هو نموذج الاسماء اللي عندي، اقول لك هذول الاسماء هم اللي راح يتم ارسال علاماتي. اذا اسمك مش موجود مش ذنبي. تمام. علامات مره ثانيه نفس القصه. هسه شو الحكم والزه الثاني؟ يعني مثلا انا ما قدمتش الساينت، في كثير ناس مش مقدمين الساينت.
خلص الموعد اليوم، اعطت انا صفر هسه حاليا، اذا انت بتنزل الكويز الثاني معناته انا بعترف انك انت موجود، بحط لك علامه من عندي يعني مثلا 20 او علامه تقديريه، المهم انه انا نجحت، بس ما تتوقع احط لك 40 او اللي هو يعني 39 و35 و37. اذا ما قدمت الكويز الثالث انا بعتبرك انك منسحب، لانه انت شو بيكون عندك؟ مسلمني كويز 1 وكويز 2، يعني 15 15 30 من 60، ما بظبط، لازم تيجي تحضر كويز 3، غير هيك اسحب. تحكي لي ليش انت دفيش وهيك ومتسلط صاير؟ مش متسلط انا، بس ما بقدر ادافع عنك احط علامات من عندي خيالي، يعني الكويز الاول مش مقدمه، واجب مش مقدمه، فاينل مقدم بس لحالك من اول، كيف بدك تكتب؟ ما بزبط. ليش ما بزبط؟ لانه اماني، هاي في شيء اسمه اماني علمي، انت هل تستحق؟ اخذت مخرجات المساق؟ نلحق وبس ننجح؟ يعني هل اخذت الماده على الحقيقه؟ عرفت شو هي الماده اصلا؟ مش معقول انه واحد ينجح يعني دخل الماده وطلع منها ولا استفاد منها ولا كلمه، ولا اصلا بيعرف شو هي. هذا كذب اسمه، والله مشان حرب، لا لا، الحرب شيء، وضع استثنائي شيء، وهذا شيء. ما بدي حدا يجي يلومني ويقول لي انت انا مش متشدد، بس انت احكي شيء بالمعقول. نادي في الوضع الطبيعي انت بتجيبش فيها في الثمانين، في الوضع الطبيعي، في الحرب صرت تجيب فيها 90 او بتجيب فيها 80 وانت بتضطرش فيها، ما ظلم. هاي اللاب ماده مهمه، انا ما انا بصراحه مش تخصصي هاي، يعني انا فارما مثلا او سوتكس او اندستريال، هاي شغل، بس النهايه التست بيجيني على الصيدلي كل يوم لاب تست، او يجي اخوي يقول لي اقرا لي، والله والله ما بعرف ولا عمري سمعت فيه ولا لا، لا لاب تست لا بعرف لا دم ولا يورين ولا ليبد ولا جلوكوز ولا شيء، مش معقول. اي نعم ما حدا هيجي يقول لك والله يا الفا فيتو بروتين شو بيساوي، بس هذول مهمات تبعات الكدني كل يوم بتشوفهم. اتمنى انه الاسماء يعني يظل تمام. طبعا في انا رتبت حسب الترتيب الابجدي، في ناس اساميهم اللي هم دخلوا جديد، يعني في ثلاث اربع اسماء هم عندي مشكله، انا تقريبا خلصت. اي واحد بده يسالني سؤال يسالني على الخاص، ما في مشكله، محاضره مراجعه للفاينل فقط، مش هسا في فترة بعد 15، بدك تسألني عن علامتك حاليا قديش مجمع، ما في مشكلة. كل دكتور ما زدتنيش زدتني بزعل منك. أنا هيني عامل لك الكويز الثالث فرصة إلك، جيب 15 من 15. يعني الكويز الثاني أنت بتحكي لي مثلا أنا جايب 7 فيه، حطيت لك أنا 10. ليش ما حطيت ليش 15؟ ما بقدر أخدمك هيك. تمام؟ تحكي لي طب ما انت وعدت انه الكويز الثالث تحسبه على الثاني، اي نعم، بس انا شفت العلامات ايه اللي هو في عنده تقريبا 60% فوق ال 16، في ناس 16 17 18 في 19، ما بقدر، والله جايب 14 حطيت لك 16، جايب 13 حطيت لك 15، جايب 5 حطيت لك 10، يعني ضليتني اعطيك فرصه انه ايش؟ انك ناجح وانك تجيب في الثمانين، لهسه انا محافظ على الفرصه هاي. إن جبت ال 90 بصراحة هذا ما بقدر، يعني لأنه إذا أنت لازم تبقى مظبط على الآخر. وهي العشر علامات تبعت الفاينل فرصة أخيرة مني، هاي أنا بلعب فيه زي ما بدي، شو اسمه يعني، أنت جايب لي مثلا 75 بتطلع على تسلسل علاماتك السابق، مقدم وظيفة، مقدم كويز الأول الثاني، يعني مهتم في المادة. أنا ما بقدر أقيم والله مشاركتك إنك أنت بتحضر أو لا، لأنه حرج، واروح اطلب واجب ثاني اضحك عليه، لانه بصراحه ابقى صريح، معظم الواجبات تم تسليمها في نسبه بلجرزم عالي، فالايفالويشن انه انا والله اقدم لك وظيفه تروح تنسخ لي اياها وتروح تبعث لي اياها، شو استفدت؟ احنا اعطيناها كمساعده، وهنا الله حطوا علامات يعني ايش حدا، يعني تقريبا اقل من 34، 10 علامات مشاركه كويسه. طب واذا خسفتني؟ برد بحكي مره ثانيه، لازم تراست مي، اذا انت نزلت العلامه تبعتك مش زي ما انت بدك، انت المقصر مش انا، انا بظلمكش. تمام،
ما تصير تقارني وتقول والله ما هو هذا طلع زي، بديش احكي انه زي السيستم تبع الجامعه. انا يا عمي مش زي السيستم، انا ماشي بسيستم خاص. جيت هان بشكل واضح من اول محاضره حكيت التزام انساني انه لازم انا اعمل، ضميري هيك بقول لي. قديش حاطط فرنجك العلامات لهي الماده بصراحه؟ عشان يصير نورمال ديستريبيوشن المعظم في ال 80، شوي في ال 90، شوي في ال 70، ما حدا رح يرسب. وانت بترسب اذا ما تقدمش فاينل، ما تقدمش كويزات، ما تقدمش واجبات، نت ما بقدر احل لك مشكله النت. شو بدي اعمل؟ هاي الكويز الثالث بدي اعمله مفتوح، هاي طول اليوم. يعني اذا النت ضعيف، هي المشكله. يعني انا دخلت النت واعطيتك ساعه للامتحان لمثل هاي اللي بقول لها 45 دقيقه، في نص الامتحان قطع عليك النت ورديت دخلت وراح عليك نص الوقت. طب انا كيف بدي اقدر اخدمك في الفاينل؟ ما بقدر احط لك 4 ساعات الامتحان. ليش؟ لانه اللي عنده نت قوي اوه ظلم بصير. اذا الامتحان ليش عامله؟ انا اوبن بوك وخلص. مشكله النت ما بقدر اساعدك فيها، ظلم. ظلم، شو بدنا نعمل؟ ما في الحياه، ما الدنيا كلها ظلم. يعني وقفت على هاي، اذا ما خدمكش النت لا حول ولا، يعني وانسحب. يعني شو المشكله؟ انا مش اني بدفعك بقول لك انه انسحب، انا عم بحاول صدقوني اللي راسي عم بنجحه عشان اعطيه فرصه كمل معاي، ما ولا بحب حدا ينسحب، لان هذه فرصه. اخلص من ماده زنخه ومشي، لكن ضلك تعيد لسه بعدها. لكن اذا النت مش خادمك، انا كيف بقدر اساعدك؟ فيش حل لها، فيش حل. خلاص لا حول ولا، قدمها مع الدفعه الثانيه. انا سمعت ان الجامعه بدها ترجع عندي، لا حول ولا. تتأخر يعني فصل، شو بدك تعمل؟ ما هي راحت الدور وراح الأهل وراح الناس وراح الشغل، ليش مستعجل؟ أي نعم فرصة ولاحق، بس ما قدر ربنا إلها، ظروف خلاص مش مساعد. طيب بل تشيل معها هي. أنا نقطة ثانية مشكلة فيها، أنت الأزهر رحت بلشت وانت جامعات لسه مشغال. يعني انا كطالب هسه قديش بدي انزل 700 ساعه؟ كيف بدي الحق؟ وها انتم بتقولوا لي كان انه يعني انا برمش الطالب، هو مضغوط في جو زي هيك، مواد زي هيك، 17 ساعه ننزل في جامعتين، وهذا الدكتور بده هيك، وهذا بده هيك، وهذا بده هيك. ما بلوم الدكتور لانه هو عنده مخرجات، في عندك كواليتي اوف اديوكيشن اسمه، يعني جوده التعليم. انت لما تطلع برا يجي يعترفوا لك في هاي الماده، يقول لك اخذتها في الحرب، جايبين فيها كلها تسعينات، من غير المنطق. فبيهتموا في النوعية. يعني ما بقدر ألوم في الدكتور وأقول لك بده يعمل لك إياها مسخرة وشوربة، ولا بقدر ألوم الطالب المضغوط اللي شو بده لحق، اللي بقطع لي كيلتين كل يوم عشان يشبك لي نت. أنا مشان هيك يعني برجاء الناس اللي هسه بيسمعوني لاحقا بعد أسبوعين، لو كنت أنت في مصر أنت ضريت في غيرك، وأنت لا بتحضر ولا بتيجي، أنت ضريت في غيرك لانه ظلمت الاخرين. احفظ النعمه، بكره بتزول منا. عندك ظروف 100 100، لا بتحضر ولا ايش؟ ليش تحضر ايش؟ طب انا ليش انا عندي 11 طالب؟ مش معقول من 150 بس 11 طالب اللي من مصر. مش معقول، مش معقول، ما حدا يقنع. ال 200 واحد كلهم في غزه، لا في 30 واحد على الأقل في مصر، ليش تحضروش؟ ليش بتكذب بعدين إذا باكي أنت ساكن في منطقة في غزة جزمه؟ عن جد أنا لاحظت فيها، أنت كساكن في مصر تقول لي أنا من غزة، إيش تكذب؟ عيب عليك، زعلش من، بس عيب عليك انت. يعني انا مثلا من الطب، انا بتعاطف مع اهل غزه، وهيك قول بيناتنا. جاء مثلا دكتور ثاني باخذ فكره سيئه، انت ليش يعني بدك تكسب تعاطفيه؟ طب ما انا هاني متعاطف معك من البدايه، انا بالذات غير عن الكل فليكسبل على الاخر وشايفيني. راح تقول لي ما انت هاي خبصنا في السكند عندك يا حبيبي. شوف العلامه في الاخير لما بدا 15 ولا 17 شهر لسه محافظ عليه. انت ليش بتكذب؟ تعاطف، شو بدي اتعاطف معك؟ انت عايش في مصر الحمد لله، اقول انا من مصر. مشان ما تحضريش
as you like. وبتغش تفتح لي عدة روابط، وبتفتح لي تشات جي بي تي، وبتفتح لي التفاعل جروبس عامل لي في يوم الامتحان، يعني بالكم انا هبال؟ وليش بجيب الاسئله الدقيقه؟ عشان هذول الناس، عشان تاخذ وقت وانت تدور، اني سلايدات بس مش سهل انك تلاقيه. عشان هيك انا هيني في الفاينل بدي اجيب من اللي انا بحكيه، يلا عشان انت تنجبر انك انت تحضر الروابط وتتعب، مش تعمل لي جروب يوم الفاينل وتوزع السؤال على الجميع ويلا نفس الاجابه. عيب عيب اكبر كذب، يعني ما بتحملش انا واحد يعني في حرب وسخام وبدك تعاطف مني، انه بعدين تقول لي انا عايش والله في غزه وهي الطياره فوق هي وانت قاعد تستجم في الفندق. طب ما انت ظلمت زملائك. في عن جد انا عارف انه 80% في غزه، لكن في نسبه كثيره هيك اللي برا بقول لك انا من غزه. شو بدك تكذب؟ مش فاهم هيك بتعمل مع ستك ولا لانه بيعرفوك مستحيل تكذب؟ وبتيجي مثل التوتو عندهم بتحضر. كون صريح معي، بكون صريح معك، انا بعرف يعني ما مش اهبل، انا طيب بس مش اهبل وعندي سايد فيس. عموما انا هذا اللي حبيت احكيه، ارجو انه يعني يتغير الحال، يعني خلصت المادة بالنسبة لي، بس انا بحكي يعني في ننزل على الادفانس فارماكولوجي على التفصيل اللي هو الدورة الثانية، ما بعرف اذا اصلا بيعملوها دورة ثانية ولا لا، بس في كل الاحوال انا تعاملي راح يختلف بشكل كبير اذا اكتشفت نفس القصص. انت عايش في مكان ربنا ساتر عليك والحمد لله، بتروح بتسيء لزملائك بتكذب، عشان انا فكره اقول اسف بصير اقول والله معناته بتقولوا لي انتم 80%، لا شو بده يعرفني؟ عدلت وحطيت بونص للجميع علامه وزياده مني علامه، لكن بشكل واضح انا ما يعني واحد جاب لي 18 ما حطيت له 20 حطيت له 19، واحد جاب 17 حطيت له 18، بس في المقابل زدته في الكويز الاول، يعني اذا زدته علامتين في الكويز الاول زدته ثلاثه عشان يبقى فير، يعني جاب انت 31 مثلا في السكند حطيت لك 34، خلاص انا قلت لكم علامات ما حتنخافوا. تمام، وانا بصريح العباره معتمد على الكويز الثالث عشان ارصد الاسماء بشكل نهائي، ومعتمد على الفاينال عشان احط لك ال 90 او ال 80. فبدك تظبط في الفاينل عشان اذا ما ظبطتش واشوف علاماتك الاول والثاني والثالث والواجب مش مظبط بالمره، كيف بدي اساعدك؟ ما راح اساعدك. اذا مش مظبط في الفاينل في الاول والثاني والواجب مظبط، اه بساعدك. شو يعني بساعدك؟ علامه المشاركه لانه 10 علامات تستهينش فيه. هيك المعادله، انت لا يعني مظبط في الفاينل ومش مظبط في الاول والثاني والثالث برضه بزيدك، يعني بدك نسبه وتناسب، في عندك فاينل وفي عندك الامتحانات القبل والواجبات. ظبط في واحد من الثنتين بساعدك. بتظبطش ولو في واحدة ما راح ساعدك. شو يعني راح ساعدك؟ احطك مثلا 9 من 10 8 من 10. اذا جايب 77 حابب 80 بنحط لك 82. تمام، انا معايا العلامات ما تخاف. خاف وانت اذا انت بتقدمش او بتغيب او بتكذب علي راح ترسب؟ لا مش حرسب، بس وانا اللي ما بقدمش ما راح ارسل اسمه، اللي اسمه مش واضح عندي الرباعي ما راح ارسل اسمه، ما يزعل مني والله يسامحه اذا بده يسب علي او يعني بده يقول لي ظلمت ما ظلمتش. اوكي كفل اليوم، انا ما بدي احكي وداع، ما بحب شغله وداع، بس يعني انه نلتقي، اتمنى انه يمكن العدد اكبر في المحاضره تبعت المراجعه.